السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم في أحسن حال. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد ضمن سلسلة إن شاء الله تحضيرات رمضان والعيد. إن شاء الله اليوم باش نشارك معكم طريقتي في تنظيف النحاس. النحاس موجود في الديار الكل، واليوم إن شاء الله باش نشارك معكم طريقة سهلة وبسيطة بمكونات بسيطة موجودة في كل دار. لهنا شاركت معكم بعض القطع اللي حبيت أن نوريكم الحالة متاعهم كيفاش كانت قبل وكيفاش وليت من بعد ما نظفناهم. نتمنى إن شاء الله الفيديو هذا ينال إعجابكم ويقدم لكم الإضافة وينفعكم في حياتكم اليومية. وتوا إن شاء الله نتعديو باش نشوفوا مع بعضنا بالتفصيل كيفاش باش ننظفوا القطع عظومة وشنو المكونات اللي باش نستعملوهم في طريقة التنظيف. لهنا جماعة القطاع اللي عندي الكل تقريبا، شوفوا اللي حبيت نوريكم اللون متاعهم كيفاش يكون باهت وإلا أسود وإلا متغير. شوفوا لهنا يكونوا متغيرين، يعني اللمعة متاعهم ما عادش تختفي ما عادش فيهم. وتوا كما قلت لكم جاينا رمضان وجاينا العيد والحاجات هذوما نستعملوهم ونزينوا بيهم، هذيك علاش حبيت نشارك معاكم طريقة التنظيف. أول حاجة يلزمكم تستعملوا لهنا مفرش قديم باش تنظفوا عليه. وتوا باش نبداو في عملية التنظيف. لهنا المكون الأساسي اللي باش نستعملوه اللي هو الحامض، القارص زادا يسميوه، السيترون موجود في الديار الكل. لهنا باش ناخذ القطع متاع النحاس ونبدا نحاول نعدي عليهم العصير متاع الحامض. ومن بعد ما نعملوا العملية هذه متاع العصير متاع الحامض نخليهم يرتاحوا شوية تقريبا 10 دقائق. وباش نتعداو المرحلة الثانية ان شاء الله تو تشوفوا شنو اللي باش نستعمل في المرحلة الثانية. لهنا تحاولوا اذا كان عندكم قطع كيما القطعة هذه مثلا الصحن هذا منقوش، تحاولوا تدخلوا مزيان يعني للشقوق الكل العصير متاع الحامض باش من بعد يعني يعطيكم نتيجة مزيانة. باش نعمل نفس العملية مع القطع الكل. ونكملوا لهنا بنفس الطريقة. لهنا باش نشارك معكم مجموعة من القطاع ومن بعد نكمل بقية القطاع الكل يعني وحدي نوريكم النتيجة النهائية. تحكوهم الكل بالطريقة هذية، تحاولوا تستعملوا الحبة متاع الحامض الكل. لهنا راني نزرب في الفيديو باش ما يكونش طويل. وتوا نجيو للمرحلة الثانية بعد ما عدينا عليهم عصير الحامض وخليناهم يرتاحوا 10 دقائق. نحضروا لهنا إيبونج، تستعملوا إيبونج قديمة وإلا جديدة. وعنا لهنا فرشة أسنان تخليوها هكا للتنظيف مثلا القطع النحاسية. والمكون الأساسي الثاني اللي استعملته لهنا اللي هو السائل متاع غسيل الأواني، تستعملوا أي نوعية عندكم في الدار وتبداو تحكوا فيها هكا بالليبونج. بالنسبه للقطعه هذه الاولانيه اللي بتتباها كيما شفتوا لهنا منقوشه ومحفره، هذيك علاش استعملت الفرشيت باش السائل متاع غسيل الاواني يوصل يعني للشقوق الكل وينضافوا زيادة هذوكم من بعد باش ترجع لهم اللمعه، ما تكونش النظافه كان على الاماكن اللي ظاهره من فوق. وتكملوا بنفس الطريقه هكا. نجيو توا للمرحلة الأخيرة اللي هي عملية التشليل. يلزمنا نشلوهم بالماء مزيان، تاخذوا بالقطعة بالقطعة تبداو تشلو فيها هكا بيديكم. شوفوا لهنا اللون متاعهم كيفاش تغير ورجعت لهم اللمعة متاعهم وبدا يظهر اللون متاع النحاس، سواء اللي لونها أصفر يعني رجعت لها اللمعة الصفراء، واللي فيها الأحمرية خرج يعني اللون المزيان الأحمر. تو تشوفوا في بعض القطاع اللي فيهم اللون يعني مختلف. لهنا كيما القطعة هذه فيها النحاس الأحمر والنحاس الأصفر. وتحطوهم في مكان لهنا يستقطروا بالقدا بالقدا، ومن بعد تاخذوا شي زيف يكون ينشف بالقدا مزيان، تنشفوهم بالقطعة بالقطعة. توسعوا بالكم، تحاولوا ما تخليوش فيهم الماء، يلزمهم يتنشفوا بالقدا باش يحافظوا على اللمعة متاعهم أطول مدة ممكنة.
بالنسبة للقطعة هذه باش نحاول كيف كيف نغسلها بالكدا كما قلت لكم، على خاطر قطعة منقوشة محفرة، ونتقابلوا من بعد باش نشوفوا مع بعضنا النتيجة النهائية. وتوا لهنا كملت القطع اللي عندي الكل، كما تشوفوا ما شاء الله النتيجة كانت مزيانة. القطع نتاعنا رجعت لهم اللمعة نتاعهم ورجعوا كاينهم، يعني شريناهم توا. هذوما المهرس الصغير والكبير، شفتوا الحالة اللي كانوا عليها قبل. اي قطعة يعني شفتوا القطع الكل هذه، راني وريتها لكم في الصور كيفاش كانت وكيفاش وليت. هذه المبخرة الصغيرة زادت تغير الشكل نتاعها. هذه المرش نتاع الزهر كيف كيف كيفاش كان وكيفاش ولا. الخميسات هذوما القطع الكلهم تغيروا. هذه الطبيقة زادت كيفاش كانت وكيفاش وليت. بالنسبة للطبيقة راهو فيها فيسة صغيرة، ذيك تحلوها من الفوق التاج نتاعها هذاك باش تنظفوه من غير ما تمسوا الذيك اللي فيها القطعة اللي فيها القماش، من غير ما تبلوها. نظفتهم كلهم بالكدا، عطاونا نتيجة مزيانة. وتوا كيما قلنا جاي رمضان وجاي العيد، القطع هذوما يعني هكا تقليدية نستعملوهم ونزينوا بيهم. شفتوا الطريقة سهلة على الاخر. هذوما الطبقة اللي وريتهم لكم زادا شوفوا قديش نضافوا محليهم. هذه قطعة راني كنت وريتكم كيفاش الحالة اللي كانت عليها وكيفاش وليت، تغيرت يعني 180 درجة. مهما كانت يعني القطعة اللي عندكم في الدار الحالة اللي هي عليها، نظفوها ان شاء الله بالطريقة اللي وريتها لكم، وتو تشوفوا كيفاش النتيجة اللي تحصلوا عليها. نتمنى ان شاء الله الفيديو هذا ينال اعجابكم، ان شاء الله ينفعكم في حياتكم ويقدم لكم الإضافة. واخر حاجه نقول لكم ان شاء الله ربي يدوم علينا وعليكم النعمه. نتقابلوا ان شاء الله في فيديوهات اخرين، واذا كان عندكم اي تساؤل خليولي في التعليقات نتاعكم. ونتمنى ان شاء الله الناس اللي تشاهد القناه اول مره تشتركوا معايا وتفعلوا الجرس. واخر حاجه نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تكونوا سعداء ان تكون عندنا يعني ناشئه راديه عندها واحد اختيار معين من الصغر من الصغر هذا كيبين لك المغرب.